السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر مسار آداب وإنسانيات. درسنا اليوم احتمال الحوادث في الجزء الرابع. سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية إيجاد احتمالات الحوادث المتنافية، إيجاد احتمالات الحوادث غير المتنافية، إيجاد احتمالات الحوادث المستقلة. ونبدأ الآن مع عبر عن فهمك من صفحة 66. السؤال الأساس: كيف يؤثر وصف الحدثين بأنهما متنافيان أو مستقلان في طريقة إيجاد الاحتمالات؟ نقول هنا إن معرفة ما إذا كان حدثان متنافيين أم مستقلين تساعدك على اختيار الصيغ المناسبة لحساب الاحتمالات. إذا كان الحدثان A و B متنافيين، بالتالي فإن P of A أو P equals P of A plus P of B. وإذا كان الحدثان A و B مستقلين، فإن P of A و B equals P of A times P of B. أود التنويه هنا على مراعاة وجود حرف العطف المناسب عند استخدام صيغة الاحتمالات. أما الآن ننتقل إلى طبق فهمك من صفحة 66. Number 5. يحتوي كيس على 40 كرة زجاجية، 8 منها خضراء و2 زرقاوان. إذا سحبت كرة عشوائياً، ما احتمال كل من الحدثين التاليين؟ A. الكرة خضراء أو زرقاء. بما أن الحدثين متنافيين، يصبح الاحتمال P of خضراء أو زرقاء equal 8 over 40 plus 2 over 40 equals 10 over 40. بعد التبسيط تصبح equals 1 over 40 لتصبح equals 0.25. ننتقل إلى الفرع B. الكرة ليست خضراء ولا زرقاء. لاحظ هنا بأن هذا الحدث هو متمم الحدث في الفرع A، لذلك يصبح الاحتمال P of ليست خضراء ولا زرقاء equals 1 minus 10 over 40 لتصبح equals 30 over 40. بعد التبسيط equals 3 over 4 equals 0.75. ونبقى أيضا أعزائي الطلاب مع طبق فهمك من الصفحة 66. في التمرينين 7 و 8 افترض أنك ترمي مكعبا منتظما مرقما من 1 إلى 6 مرتين. نمبر 7، ما احتمال الحصول على عدد زوجي في المرة الأولى وعلى عدد أصغر من 3 في المرة الثانية؟ لحل هذا السؤال نعبر عن احتمال الحصول على عدد زوجي في المرة الأولى P of A، وأيضاً احتمال الحصول على عدد أصغر من 3 في المرة الثانية P of B. لاحظ أن وقوع أحد الحدثين A أو B لا يؤثر في احتمال وقوع الحدث الآخر، لذلك الحدثين A و B مستقلين، فيكون حل السؤال P of A و B equals 3 over 6 times 2 over 6 equals 1 over 6. ننتقل إلى الفرع A. ما احتمال الحصول على عدد فردي في المرة الأولى وعلى عدد أكبر من 3 في المرة الثانية؟ أيضا هنا احتمال الحصول على عدد فردي في المرة الأولى P of A، واحتمال الحصول على عدد أكبر من 3 في المرة الثانية P of B.
بما أن الحدثين A و B مستقلين، P of A و B equals 3 over 6 times 3 over 6 equals 1 over 4. ننتقل أعزائي الطلاب الآن إلى عزز فهمك من صفحة 67. Number 10، حلل الخطأ. يبلغ عدد الطلاب في إحدى المدارس الثانوية 400 طالب، 6 طلاب منهم أعضاء في كل من نادي الشطرنج ونادي الرياضيات. عدد أعضاء نادي الرياضيات 20 طالباً، وعدد أعضاء نادي الشطرنج 12 طالباً. حسبت موزة احتمال أن يكون طالب اختير عشوائياً عضواً في نادي الشطرنج أو في نادي الرياضيات، كما هو مبين أدناه. وضح خطأ موزة وصححه. إذن أعزائي الطلاب، هل استطعتم معرفة الخطأ الذي وقعت فيه موزة؟ نعم، أحسنتم. الحدثان M و C ليسا متنافيين، لذا ليس صحيحاً أن P of C أو M equals P of C plus P of M. إذن اطرح احتمال أن يكون الطالب عضواً في كلا الناديين لإيجاد احتمال أن يكون طالب اختير عشوائياً عضواً في نادي الشطرنج أو في نادي الرياضيات، ليصبح الاحتمال الصحيح P of C أو M equals P of C plus P of M minus P of C و M. ونبقى أيضاً أعزائي الطلاب مع عزز فهمك من الصفحة 67. برر منطقياً. تم سحب بطاقة من صندوق يحتوي على 5 بطاقات تحمل كل منها رقماً مختلفاً من 1 إلى 5، لتكن الحوادث التالية: عدد زوجي وعدد فردي وأصغر من 3 وأكبر من 3. حدد ما إذا كان الحدثان في كل زوج من الأحداث التالية متنافيين أم لا. بداية، سوف تكون الحوادث: عدد زوجي equals 2 و 4، عدد فردي equals 1, 3, 5، أصغر من 3 equals 1 و 2، أكبر من 3 equals 4 و 5. Number 12، أصغر من 3 وأكبر من 3. نعم، حدثين متنافيين. 13، زوجي وأصغر من 3. لا، ليسا متنافيين لوجود عناصر مشتركة فيما بينهم. Number 14، فردي وأصغر من 3. أيضا هنا ليسا متنافيين. 15، فردي وزوجي، نعم متنافيين. ننتقل أعزائي الطلاب الآن إلى تدرب من الصفحة 67. في صف مكون من 25 طالباً، 8 طلاب أطوالهم أقل من 65 إنش، و 10 طلاب أطوالهم 69 إنش أو أكثر. في التمارين من 17 إلى 19، أوجد الاحتمالات الموصوفة. Number 17، P of أقل من 65 إنش أو أكبر من 69 إنش. بما أن كل من الحدثين أقل من 65 إنش وأكبر من 69 إنش متنافيين، فيصبح الاحتمال 8 over 25 plus 10 over 25 equals 18 over 25 لتصبح equals 0.72 equals 72%. Number 18, P of أكبر من أو يساوي 65 inch. هنا أعزائي الطلاب،
سوف نستخدم قانون المتممة 1 - 8/25 ليصبح equal 17/25 equals 0.68 equals 68%. Number 19. P of أكبر من أو يساوي 65 إنش وأقل من أو يساوي 69 إنش، وهذا أيضا يحل باستخدام قانون المتممة 1 - 18/25 = 7/25 = 0.28 = 28%. ونبقى أيضا مع تدرب من الصفحة 67. Number 21. تم سحب كرتين عشوائيا واحدة في كل مرة من صندوق يحتوي على 7 كرات 5 منها حمراء و 2 خضراوان. A. أوجد احتمال سحب كرتين حمراوين عند إرجاع الكرة الأولى إلى الصندوق قبل سحب الكرة الثانية. لاحظ هنا بما أن الكرة الأولى تم إرجاعها إلى الصندوق قبل سحب الكرة الثانية، إذن الحدثين مستقلين وتصبح النتيجة 5/7 × 5/7 = 25/49. B. حدد ما إذا كان الموقف الموصوف يمثل حدثين مستقلين أم لا. نعم، إنهما مستقلان، وذلك لأن وقوع أحدهما لا يؤثر في احتمال وقوع الآخر. ننتقل الآن إلى تدرب على اختبار من الصفحة 68. Number 25. احتمال وقوع كلا الحدثين A و B يساوي 15%، واحتمال وقوع الحدث A أو B يساوي 60%، واحتمال وقوع الحدث B يساوي 50%. ما احتمال وقوع الحدث A؟ لاحظ هنا بما أن الحدثين A و B ليسا متنافيين، إذا نستخدم القاعدة P of A أو B equals P of A plus P of B minus P of A و B، ثم نقوم بالتعويض في المعادلة لتصبح 60/100 equals P of A plus 50/100 minus 15/100. نقوم بتصليط المعادلة لتصبح P of A equals 25/100 = 25%. ونبقى أيضا أعزائي الطلاب مع تدرب على اختبار من الصفحة 68 و number 26. اختبار SAT أو ACT. يدير رجل آلي القرص الدوار الموضح أدناه مرتين. افترض أن احتمالات النواتج 1 و 2 و 3 و 4 متساوية في كل دورة. ما احتمال أن يكون مجموع الناتجين 6؟ A 1/16، B 1/8، C 3/16، D 1/4، E 3/4. احتمال أن يكون مجموع الناتجين 6 يكون C 3/16. دمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.